هلا والله شباب، شوفوا وش اخباركم، وياكم سامونسكي. رجعت لكم بفيديو جديد، وهذا الفيديو راح يكون اخبار اسبوعية. اهم الاخبار لهذا الاسبوع هي شركة EA توجه دعوات الى بعض اللاعبين لتجربة مشروع بروجكت اتلس. The Last of Us Part 2 تحصل على هدف خاص بها. بوكيمون ماستر وارباحها في الاسبوع الاول. شرطة دبي تنقذ 10 اطفال من الابتزاز في لعبة فورتنايت. إذا أردت تفاصيل أكثر خليكم ويا الفيديو. ورجعت لكم بالتفاصيل يا شباب. قامت شركة EA بإرسال بعض الدعوات إلى بعض المستخدمين من أجل تجربة مشروعها بروجكت أتلس، السحاب الجديد الذي أعلنت عنه السنة الماضية، الذي سيكون مدخلها إلى عالم الألعاب السحابي الذي بدأ يتوسع في الفترة الماضية. وهذه الخدمة ستمكن المشتركين فيها باللعب وتجربة الألعاب من أي منصة تدعم الاتصال بالإنترنت مثل التلفاز والهواتف والحواسب. وهدف مثل هذه الخدمات هي توفير الألعاب للجميع أينما كانوا. في الوقت الراهن سيتم تجربة 4 ألعاب فقط، هي فيفا 19، تايتون فول 2، نيد فور سبيد ريفالز، وأنترفل. وهذا الاختبار سيحدد المشاكل اللي يقومون بإصلاحها. ننتقل للخبر الثاني. وننتقل للعبة The Last of Us Part 2. تم الإعلان بأن لعبة The Last of Us Part 2 ستحصل على حدث خاص بها في يوم 24/9 من الشهر الحالي. وأعتقد أن في هذا الحدث سيعرض جيم بلاي جديد، وأيضا سيتم الإعلان عن موعد صدورها، والذي سيكون على ما أعتقد هو بالربع الأول من سنة 2020. أما لعبة بوكيمون ماستر، حققت بوكيمون ماستر الجديد للهواتف عائدات بما يقارب 26 مليون دولار بدون احتساب إيرادات الصين. صدرت اللعبة يوم 29 أغسطس الماضي بأسلوب لعب مختلف عن ألعاب البوكيمون الأخرى، القائم على اصطياد البوكيمونات وتجميعها، بل اعتمد على التدريب والقتال بمباريات ثلاثية. وبهذه الانطلاقة تكون بوكيمون ماستر تفوقت على عدة ألعاب بوكيمون أخرى. لكنها لم تحقق نصف النجاح التي حققته بوكيمون جو في أسبوعها الأول، وهو 56 مليون دولار. أما آخر خبر في هذه الحلقة، شرطة دبي تنقذ 10 أطفال من الابتزاز في لعبة فورتنايت. شاب جامعي يبلغ من العمر 25 سنة يستغل الأطفال في لعبة فورتنايت ويغريهم بالمال للحصول على زيادة سكنات وشخصيات في اللعبة، وبمقابل صور لهم وهم في وضع غير أخلاقي، حيث اتجه أحد الأطفال لأهله وقول لهم ما جرى في المحادثة مع الشاب، فرفعت قضية ضد الشاب وقبض عليه، ووجد بحوزته أكثر من 200 صورة لأطفال وهم في وضع لا أخلاقي لابتزازهم في وقت لاحق، وحكم على الشاب بالسجن وغرامة لا تقل عن 25 ألف درهم إماراتي. أوكي شباب، هذه الأخبار أهم أخبار هذا الأسبوع. لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة. كان معكم سامونسكي، باي باي.